الدنيا. المهم اختي غادي ندير لكم هذا الفيديو هذا والله الا هكا زعما سبونطاني نصوروا مع اخواتاتي العزاز كي بقيتوا لاباس عليكم. اول حاجه غنقول لكم اللي بغيت نشكركم بزاف على التفاعل ديالكم معايا مؤخرا، لي كومونتير ديالكم، لي ميساج ديالكم، كنشوف كل شيء، لامور ديالكم، شكرا بزاف للي خطيكم. وحاجه اللي بغيت نقول لكم هي فعلوا الجرس البنات، واخا تكوني مفعله الجرس في قناتي حيديه واللي رديه الله يعطيك الستر اختي باش نتفاداو داك المشكل اللي كان طرا ليا. ايوا صافي دابا لقيت انا اختي عندي واحد البلانات كانوا عندي في الدار وبغيت نحطهم في الطوموبيل، لحقاش ديك المره في واحد الفلوغ اللي بقيتو عاقلين كنت باغا نمشط شعري وما لقيتش المشطه وتفقست. ايوا اختي دابا غادي نستف داكشي كامل اللي عندي هنايا غنستفوه. عرفتوا هاد الطوموبيل هادي راه انا ما واخده ليها والو، مازال ما فهمتوا، مازال ما مقاده فيها حتى شي حاجه، مازال ما مقاده فيها والو، زعما ما شفتلهاش هكا شي حويجات وداكشي. اول حاجه كنحتاج هي لانجيت اختي، لانجيت خصهم يكونوا في الطوموبيل. مشيطه غادي نخليها حتى هي في الطوموبيل. هاد لو باك هذا فيه لا كريم وفيه ما نخليش في الباك ديالو صافي باش ما نعمرش عليا لي سباس. فيه هاد سبراي هذا وفيه هاد الكريم هذا ديال الفاني. غادي ندير هاد الجلوس ها هو هاد القزيبون وهاد العكار ديال 24 وفي هاد لاتخوس والله ما عرفت هاد لاتخوس شنو فيها البنات. المهم فيها ما يتقجقج. هانتي هاد لاتخوس فيها هذا ديال الحجبان كتعمري هكا به حجبانك صغور. فيها هاد البلاش ديال معقلت هذا ديال اناستازيا. هانتوما فيها بلاش واحد اخر ها هو شوف. فيها هاد الميني باليت فيها لي كولور اللي كندير انا اللي كتشوفوني ديما كندير الوان ترابيه. بيوتي بلندر صغيره عكاكير. هاد هذا ديال ميبلين سوبر ستاي لا ريفرنس ديالو 75 هذا واقيلا ما غنخليهش هنايا غادي ندخلو للدار. وهذا لا كولور ديالو جايه اورانج هذا غندخلو للدار ما عندو لا شي يجلس هنايا اش كيدير هنايا. اونتي سيرن ديال افون اونتي سيرن عاوتاني شي عكار ولا معت كلوس. وهذا شوفوا هذا هو الصغير ديال هادو الصغيور ديالهم مينياتور زعما ديالهم وصافي. وهاد هاد لاتخوس شوفوا البنات هاد لاتخوس دايره فيها لي بانسو هانتوما اصلا ديالها ماشي زعما انا دايرهم. اون تخوس فيها لي بانسو هكا صغيورين فوالا اختي هادشي كيتحتاج والله. انا كنت كنقول في الاول لا ما غنديرش وهذا ما عندي ما ندير بهم وكذا راه كنخرج مقاده من الدار، ولكن شي مره كتجيك شي خرجه كتكوني ما مقاداش فهمتي، شي مره كتخرجي من الدار كتكوني ما مقاده ما والو حتى شويه كتجيك شي حاجه على غفله خاصك تصوبي، اولا شي مره كتكوني مقاده وكتبغي ديري غوتوش. وباقي هنا ناقصني شنو ناقصني هنايا ناقصني البنات بودغ ناقصني شي بودغ. شوف نرشو هادي ديال لافاني طشت شخت ريحتها فنة. نرشها هنا وهنا وهنا بصاب ما نمشيش نكشف هادشي انا عزيزة ليا ريحة الفاني. وهادي لاكخيم شي مرة كتكوني اختي ديك شاحتين كتبغي غير دهني وما كتلقاي ما دهني صافي البنات صافي. غادي نرد هادي بلاصتها والمشيطة ها هي هانتوما نمشط عليكم السالف هانتوما مشيطة مشيطة هكا جاية كيوت صغيورة. دخلت للدار غنبارطاجي معاكم داكشي اللي خديت ونشارك معكم حتى واحد اللعيبه صطات عليا خالتي ما تدوش هاد الطلنطر حنا كنصبنو ماماكم عارفين داكشي ديال العواشر والجميع الجميع قبل العواشر والجميع مور العواشر. والمهم غادي نبارطاجي معاكم نوريكم بعدا شنو عطاتني خالتي صيفطت ليا شوف صيفطت ليا جوج بواطات تحضيرات ديال رمضان هانتوما صيفطت ليا الشبكيه شوف الشبيبكيه يا ختي ذوق سميت الريحه شهيتني
علاش الباكيه كناكلها مع الحريره، اما هكا زعما بوحدها ما نقدرش، كنكون كناكل عديده ونشرب الحريره معاها. هذه ديال عقوشتي اللي هي ماما عمر، انا مش نقولش لها عقوشتي وكيفاش كنبقى نقول لكم خالتي كنحسبكم شي خالتي. المهم هذه ديال مات عمر، ها نتوما قالت لي حتى هي ذوقيها، قلت الله يعطيك الخير. ايوا فوالا اختي فين نلقى وقت شعره ظريفه بحالي، فين وعائلتها ظريفين، ولكن انا صراحه طحت فيهم الله يعمر هذا الصراحه، لا باه لا بمو لا بخوتو، الله يعمر هذا دار خوتو الدراري خوتو البنات، والديه وهو الله يعمرها دار، والله يخلينا كيف ما حنا يا ربي، وبعد علينا ولاد الحرام وبنات الحرام، وبعد علينا شر الخلق يا ربي. وغنشارك معاكم اشنو خديت الغالي من واحد لاباج البنات، هانتوما يا ربي تفكر ونخلي لكم. المهم فاش كنقول لكم نخلي لكم تحت في الرابط، بركوا في بلاصه لتحت غيطلع لكم الرابط ديال كل حاجه. المهم انا غنشارك معكم هادشي خديتو الغالي، هو ماشي وقته ولكن فاش لقيتهم بثمن مناسب خديتهم، غنحتاجهم غنحتاجهم. ها انتم خديت لي اول حاجه هذا اختي كتاب فيه الادعيه، فيه النطق واللمس والسمع والنظر، ياك شوفوا شحال من حاجه، يعني كتستخدمي الحواس بخمسه ديال الولد ديالك، فيه ستيلو غوما مازال ما درتش ليه الحجر، ها انتم فيه داكشي ديال الادعيه، فيه الادعيه، فيه شنو سميتو، انا نوريكم اختي حيت راه مازال ما جربتوش باش ما نصدقش قايله شي حاجه ما كايناش فيه. فيه الادعيه وفيه هذا الشيء اختي انا نوريكم المناظر الاسلاميه. المهم انت كتبركي في شي حويجات يعني اللي بركتي فيها كتعطيك كتسمعيها زعما. ثاني حاجه هذا ديال 3 سنين، هذا ديال 3 سنين تبارك الله، راه كاين اللي قل من 3 سنين وكيعرف لهذا الشيء. فيه باك ديال ستيلويات وفيه هذا الطفيطه 4 ديال الدفاتر البنات، هانتوما 4 كل واحده نقول لكم شنو فيه. هذا ديال الالفابي، هنا كاين الماتيماتيك يلا كتعلميه واحد وداك الشيء. هذا الدفاتر ديال الرسم، وهذا لا نيميرو 0 1 2 3 4. اخر حاجه هي هذه اللوحه، هذه خديتها زعما الغالي شي حاجه طويله نقلع بها انا وعمر، ما يمكنش وكتقيت ترسمي فيها طق 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 طق، كتبركي هنايا كيتحيد. غادي نبارطاجيهم معكم في انستغرام، حمقني الباكاجين، سميتو زوربيو زوربيو كوزميتيك. شوفوا عرفتوا الباكاجين كيحمق، الباكاجين فن 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 فن، شوفوا على الباكاجين كي دايره البنات، كيحمق مع انا جادور لو نوار. هذا غوماج هيمالايا، هذا غوماج، هانتو نشوف ريحته، شوفوا الباكاجين غزال من داك النوع اللي كيعجبني، داك القوماج اللي كيكون فهمتو سنيده غزال. فوالا هذا غوماج البنات، نسد مزيان باش ما يمشي يسيح شي حاجه ولا. المهم هذا غوماج، هذه التبريمه البنات اللي كيمشيو للحمام ديال الزنقه كتبغي تاخدي شي باك بحال هكا زوين، هذا الشيء غزال، هذه تبريمه. هذا البنات غوماج ديال الوجه، هذا غوماج هذاك اللي بارطاجيت معكم غوماج ديال الذات، هذا غوماج. الله 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 القهوه البنات، غوماج غزال هذا رائع، هذا غيولي ادمان صافي. هذا غوماج ديال الوجه، هذا ويل بارفومي شوفو ايكور، هذا بارف زيت اولا سيروم زيت ديال لو كور وديال الشعر، كديريه في شعرك وديريه اختي في ذاتك، ريحته بارده. وهذا سيروم كافيين، هذا سيروم ديال الكافيين. هادشي اختي اللي بارطاجيت معاكم دابا، وغنمشي دابا نحط في بيبي كيتا اختي صبيان، غير سكتوا راه حاله معاها توجد. شوفوا البنات انا نجيكم بكل صراحه، انا ما كنوجدش في رمضان، يعني ما كنديرش لي با ديال البيتزا والمطيشه ديال الحك والروينه انا كيجيني رمضان كيجيني ماشي ديال الماكله، راه حياتنا كامله وحنا كناكلو الحمد لله ما محرومين من حتى شي حاجه، حياتنا كامله وحنا كناكلو.
رمضان شهر واحد، شهر واحد كيجي ديال التسامح، ديال التقرب من الله اكثر، ديال الاستغفار اكثر، ماشي ديال الماكله وشنو غنحط في الطبله وشنو غنبان على فلان. انا كما كتشوفوني في حياتي ان راه ما فياش داك الفوحان، واخا كاين استطاعه باش تفوحي، وكاين واخا كاع تجيبي باش تفوحي فابور، ولكن لا، ما انا كنبارطاجي معكم حياتي طبيعيه، انا عزيز عليا نعيش طبيعيه. باغا نبارطاجي معكم هادو، جابتهم ليا خالتي كادو، شوفوا كيحمقوا، كادو ديال عيد ميلاد، شوف فنين فنين فنين، حمقوني. شوفوا مع دابا صافي فاش كتولي بلا ديال الدار، هادو هما لي كادو اللي كيبقاو يوصلوا، ما كيبقاش يوصلك مكياج تخربيق داكشي، لا 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 لا، هادشي اللي كيوصل. المهم شوفوا كيحمقوا، عرفتوا سطاوني البنات، كاين الكبيره نتو سطاو الصغيره، ها نتوما، وكتحطي في وسطها اللي بغيتي. دابا مع جاي رمضان يجيو زوينين هكا في الطبيله، وتا فاش كيجيو عندك الناس فوالا هانت تحطيهم بحال هكا. هانت شنو ما وجدتي، شنو ما بغيتي، يعني ماشي متخصصين غير شي حاجه اللي كتحط فيهم، لا شنو ما بغيتي. هانتو واي شتو، شوفوا هاد البريري حتى هو، اح هاد البريري حتى هو عطاتو لي خالتي، شوف زوين ونجاي. هانتوما المهم انا شاركتهم معاكم، كنت باغا نشاركهم معاكم في داك الفيديو اللي داز ونسيت، ودابا حطيتهم في الطبله بغيت نبارطاجيهم معاكم. عرفتوا كيحمقوا يا البنات، جايين فنين. هانتوما شوفوا كبيره والمتوسطه والصغيره، تحطي فيها اللي بغيتي، بحال دابا هذه في رمضان تحط فيها تميرات شبكيه اللي بغيتي. فوالا هنايا عاوتاني شي حويجه وجدتيها هكا خبيزات معمرين، ولا على حسب داكشي اللي وجدتي نتيا هنا عاوتاني، يعني داكشي اللي كتوجديه تحطيه كيجيو غزالين فنين، وتا في الحطه في الشوفه هكا في الطبله فنينه البنات. شوفوا الكبيرات هنايا كندير لي باتيت سوكو، وهنا كندير لا كريب، هاهما راه زيت شها لي كريب. شوف هي اللوبيا كاينه، وقال لك شهيت لا كريب انا كنوجدهم، وهنا كندير الكغاطان العشاء. وهذه البنات العمارات ديال الكغاطان، ها هي فيها الطون، المايس، شامبينيون، لانشون، شاركوتري، سوريمي، مهم هادشي اللي درت. فوالا الكويتات غادي نبارطاجي معاكم اشنو خديت من لاباج ديال عودي بالنسبه للبنات ديال فاس، كيدير لا ليفغازون هي بالنسبه للناس اللي تا خارج فاس يمكن بوسيبل ياخذوا. المهم انا نبارطاجي معكم هذه، واحد المغازا فيه توسكي بخور المبخرات، المهم راكم عارفين داكشي البخور المبخرات داكشي ديال العود اون جينيرال. المهم اول حاجه كاين هذا الباك هذا اللي كتكون فيه، انا عاد غنفتح باش نشوف، هنا جو بونس سرغينا، هنا المبخره، هذه المبخره، هذه سرغينا، هذا داك الديفوزور، ها هو ديفوزور ديال البارفان. فوالا كيتحط هكا في شي كوان في الدار كيجي زوين، حتى بالنسبه للبنات الا بغيتي تدي كادو ولا شي حاجه غزاله البنات، هذا رائع. لا بالنسبه شي حد مثلا دار شي بروجي ولا شي اوفرتور ديال شي محل ولا شي حاجه، لا بالنسبه للضيور اول مره غتمشي عند شي حد للدار ولا شي حاجه، دون زوينه الصراحه. وتا ليك اختي لدارك، علاش ديما خصنا نديو دارك اختي خودي. تاني حاجه خديت صرغينه، ها انتم شوفوا صرغينه كيفاش كتعطى، فوالا ها انتم البنات هذه صرغينه. هذا البنات تنحلها في انستغرام ونبارطاجيها معكم، باش كنقول لكم ما تفلتوش لي ستوري ديال انستغرام، سينو دابا تبقاو تشوفوها في لي فيديو. هذه ديفيزور دو بارفان ديال الطوموبيل، هذه ديال الطوموبيل البنات، شوفوا راه فيها اللصقه هنايا، كتحيدي ديك هكا وتحطيها في الطوموبيل وكتبقى الريحه مطلوقه لك في الطوموبيل فنا. فوالا حتى الشكل ديالها البنات غزال، شكلها كيحمق، حيت انا كنت خديت دوك عرفتو دوك التخريعات اللي كيتلصقوا في المرايه، مي ما كيعجبونيش انا، ما كيعجبنيش شي حاجه تكون لاصقه في المرايه وتكون هكا فهمتي باينه بزاف. هذا جاي زوين، هذا يتحط مثلا في الكوان ديال الطوموبيل غادي تجي زوينه. هي هو خاصنا نشوفو واش ما يجيش عاطي للعين ولا يجي عاطي للعين، لصقو مهرسنا البابريز غير على هذه حسب لو ما عرفتش شنو زعما شي حاجه راني نسيتها. هنايا كاينين هذا بحالو كانت عطاتني هويام، هذا سبري ديال لوكور فيه الورد والياسمين، فيه الورد والياسمين، عندي بحالو صغيور فن البنات والله الا غزاله ريحته.
زوينه ريحته سورتو فاش كتبرد ريحته فنه. فوالا هنايا داك الجمر ها نتوما، وهذا اخر حاجه اللي هو سبراي ديال ولا معطر ديال الفراش الريدويات الفراش طلامط الى اخره. بعد بقى انا يلا نصبنا طلامط داكشي اوهو غادي نرش، وسورتو فاش كتفيقي في الصباح عاد كتصوبي الفراش ديالك ديال بيت الناس ترشي. المهم ها نتوما، ها هو انا نشوف الريحه ديالو، ريحته خضراء، ريحته العود فنه، هذاك كرياسيون ديال عود زوينه. ريحه غزاله البنات ديال العود فنه. وتا فاش كيجيو عندك الناس شي مره بحال دابا كتكوني دايره الملايات هما مصبنين ونقيين، كتكوني دايرهم في شي بلاكار ولا في شي حاجه، كتجبديهم ضروري كتكون فيهم شي رويحه سوا ديال الكافور مجهد سوا ديال فهمتي على حسب تيجي باش معطره ديك البلاصه، يا اما كياخذوا لك ريحه الخشب كيشموا لك ريحه الخشب، فبحال هكا كترشي شويه في الفراش وكتعطي الناس اللي جاو عندك. المهم الكبيدات هادشي اللي بغيت نبارطاجي معاكم. وجدت لك كريب وساليت، وجدت لك غراتان وساليت، الغراتان راه طاب. صافي دابا غادي نبقاو جالسين واحد شويه بلاتي شويه، وعاد عاد زعما نتعشاو ونمشي اختي باش نرتاح. عرفتو اليوم دكدكت والله، اليوم كنحس براسي ماشي غير فاتيكي وبزاف. ايوا صافي هذا ما كان كبيس، كنبغيكم. نيكست دي الزينات، المهم فقت وجدت الفطور فطرنا. دخلت دوشت، غالي بقى معايا ويام، دابا خرجت نعستو. وغادي ندير ماهوتين ديال الحمام، غير هي اليوم باغا نجرب هاد لي برودوي هادو اللي بارطاجيت معكم قبيله. فشوفوا البنات انا فاش كنشارك معكم دي برودوي راه ماشي كنجيبهم زعما اشهار ومخلصه فيه وغادي نحطهم ولا ما غاديش نولي نستخدمهم ولا فهمتوا. انا ما كنشارك معكم شي حاجه الا وانا باغاها، انا اللي اختاريتها، انا باغا انا غنخدم بها على راسي، واش فهمتوا؟ يعني غنابليكيها على راسي. هادشي اللي بغيت نشرح لكم البنات، يعني ماشي الا كانت شي حاجه خايبه راه شحال من حاجه ما كان اكسبتيها، شحال من حاجه كتوصلني وكنرد لها فلوسها. قسما بالله البنات الا شحال من باج رديت لها فلوسها على ودي داكشي ما عجبنيش، اولا على ودي داكشي اللي وصلني ماشي كيف ما شفت التصويره الى اخره. المهم ما عليناش، علاش؟ انا كنخدم دامير وكنخدم وكنقول بوسيبلمون تفرش في الفيديو، ماما تفرش في الفيديو ولا تفرج في ستوري اللي درت وغيعجبها داك البرودوي غتمشي تكومونتي بلا ما تشاورني. لا، دونك كنحط شي حاجه اللي زوينه عندي عائلتي، عندي خوالاتي، عندي بنات خوالاتي، ما نبغي حتى شي واحد هذا ياخذ شي حاجه وتكون خايبه. المهم انا ما درتش كوماج لداخل في الحمام، دونك دابا غادي ندير كوماج، وهي هذيك نجرب هاد لي برودوي. هذا كوماج فيه الكافي، فيه قهوه. قماش بالقهوه، فوالا ماشي داك القماش كما قلت لكم اللي ما كتقدريش ديريه، كتحسي بلابو ديالك كتاكل العصا. من بعد الكبيدات شوفوا من مورا القماش غادي نستخدم هذا، سي تان ماسك، هذا اللي بارطاجيت معكم انا ما عرفتوش، هذا ماسك ديتوكس. دونك هذا سي تان ماسك ديتوكس كيت ابليكا في الوجه. واحد الحاجه غادي نديرها دابا، غادي نصبغ لي سورسي ديالي. انتو البنات فوالا، البنات دابا حيدت الماسك، شوفوا كيعطي واحد ليكلا زويون. دابا اختي غادي ندوز باش ننشف شعري، غنشف اختي الشعير ديالي، ومن بعد عاد غادي نرجعوا للوجه ديالنا. دونك غادي ننشف شعري، نحاول نسرحو غير بشويه. فوالا الكبيدات، والله الا كنت واقفه على هاد التدويشه باش نحيد عليا ديك العيا وداكشي. شوفوا شعري كيبقى يتخبل فاش كيكون فازك، كنبغيش نمشطو انا كاع شعري فازك البنات، ما كنحملش نمشطو. ندير ليه هاد البارفان ديال الشعر.
هذا ديال الكافيين، مي انا تنخاف ندير السيروم ونمشي نخرج ولا شي حاجه. راكم عارفين مع الشميشه دابا راها مطرطقه. المهم اختي غادي ندير لا كريم ديالي اكرون سولير وفي نفس الوقت كيدغاطي حتى نقدر نخرج ولا شي حاجه ما نعرف. نيدغاطي وجهي مزيان. هاد السيروم ديال الكافيين نبقى نديرو بالليل. وحتى نسقسي السيده مولاتو باش نعرف اكزاكتومون واش زعما واش عادي نديرو بالليل ولا لا، زعما بالنهار ولا لا. المهم صافي اختي غادي ندير واحد شويه ديال البلاش حيت اش مايمكنش نبقاو هكا صوفر. حنا يلاه بدينا النهار ديالنا، نديرو نقطع هنا نقطع هنا وهنايا. اوكي هانتوما وغادي نطابوطي بحال هكا. انا البلاش اللي كنت كنخدمو اختي ب ما عرفش نخدمو بيديا. فوالا ديجا خاصني نخرج. عاد فكرت غير خاصني نخرج ضروري. فوالا كبويدات دابا تنحس براسي مزيانه طوب. بالنسبه لشعري تنفكر انني ندير ليه دابا غير نشفتو بالسيشوار، كنفكر انني ندير ليه هكا يجي فهمتو يجي بوكلي اولا. غير مهم ندير ليه شي حاجه، ما بغيتوش يبقى هكا سامبل فهمتو. قنطني هكا سامبل وتنفكر نقطع شعري. تنفكر من مور ان شاء الله من مور رمضان، على ما كنقول من مور رمضان كنفكر اني نقطعو ولا ندير ليه شي حاجه. لحقاش بحال هكا صافي غير هكا طويل صافي فهمتو. قنطني وطلع لي في راسي وانا مولفه بالشعر هكا كاغي شعر قصير. دونك انا غادي نشوف سوا غادي ندير كاغي على طولتها، يعني كاغي على طولتها تتجي من هنايا ها نتوما كتجي على حساب القصه عندك فين واصله فهمتو. بحال دابا هكا نقص من هاد هاد القدام غادي نقص منه واحد شويه غيقدر يجي كاغي هكا فهمتو. يعني هاد الشيء هذا كامل يتحيد باش هكا شعري حتى شويه يتنفس وفهمتو يحيى من جديد، لان راه ملي حملت ما قصتوش. ملي حملت كنقطعو غير بوحديتي كنحيد غير بحال هكا مثلا هكا شويه ديال لي بوينت صافي هادشي اللي كندير وصافي. هذا ما كان كبدات شهوتي في هذا البارفان ديال انكونديسونس هو اللي غادي ندير. ايوا صافي هذا ما كان الكبدات. انا قديت راسي كنحس براسي مزيانه دابا ونقيقيه فينك نحمق ويتكويتك. هذا ما كان كبدات. غادي نحبس لكم لا فيديو هنايا وغنقول لكم كنبغيكم بزاف بزاف ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي باي.